أني عايزة الدواء ضروري، لازم أنا أتعالج وأرجع منار وأفتكر بقى كل الملايين اللي عندي دي راحت فين. بس أمان عليك يا جدع ما تجيب لي سيرة الدكاترة، أنا أصلي بنخافوا منهم قوي. خلاص مش هنجيب دكاترة يا حبيبتي، مش هنجيب دكاترة. أنا أكيد هلاقي في الفيلا بتاعتك الأدوية اللي كنت بتاخديها. الفيلا بتاعتي؟ طب لو رحت هناك بقى هاتلي شوية غيارات كده وعلبة الصيغة بتاعتي. صيغة؟ لا لا إيه؟ لا ما هو لا مش هينفع كده. في إيه طيب؟ أنت لازم تسيبني أتكلم براحتي لحد ما أتعالج. تمام تمام اتكلمي براحتك خالص يا حبيبتي، أنا مش هعمل كومنت على أي حاجة. خلاص خلاص أنا هحاول أدخل الفيلا لأن النيابة متحفظة عليها وقافلاها من ساعة القضية. إيه؟ هي الحكومة ممكن تاخدها؟ لا ما تخافيش الحكومة مش هتاخدها، هو بس لغاية ما التحقيق يخلص هو هيسيبوا الفيلا. منورة أنا لازم أنزل دلوقتي عشان هند ما تشكش في حاجة، ماشي؟ ساعة بالظبط وهرجع لك. أنت ممكن بقى تريحي في الساعة دي كده، تدخلي أوضتك تاخدي شاور لغاية أما أنا وحسام نيجي ونتعشى مع بعض، أوكي؟ يلا. إيه؟ أيوه بس أنا نخافوا نقعدوا هنا لوحدي. تخافي؟ انت ما كانش بيحلالك القعده هنا غير لوحدك. منار ده بيتنا، بيتنا اللي اتولدنا وتربينا فيه، ما فيش اي خوف. تمام؟ انت بقى ممكن تخش تراعي لغايه اما اجي، ماشي؟ اسحب. طيب انا هساعدك بقى وادخلك. ايدك يا جدع على الطنيطه. اصلاني انا يعني بنحب نجروها لوحدي. تمام جريها جريها. طب شيل الشنطة دي ولا تحبي تمسكيها؟ لا شيلها. طيب اتفضلي. أنا نفسي أفهم أنت في الفترة الأخيرة دي كنت بتروحي اسكندرية ليه؟ وإيه حكاية البنت الإسكندرانية اللي أنت كنت بتعطفي عليها دي؟ وربنا ده أنا محتاجة اللي يعطف عليا. غريبة، أمال إيه اللي كان بيقوله زياد ده؟ والله ما أنا عارفة، أنت بس سيبني هنا كده لوحدي وأني هبقى كويسة وزي الفل. مين دي؟ سلامتك يا منار. دي ماما. ماما دي ماما بجد حي.